موزع أغنية خربوشة في ورطة مع دنيا باطمة بعد إرسال الأغنية لمحمد ترك. أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط علامة إعجاب بالفيديو. نفى طارق برداد موزع أغنية خربوشة لدنيا باطمة أن يكون متورطا في تسريب الأغنية التي كانت دنيا باطمة تستعد لإطلاقها قبل أن يسبقها طليقها محمد ترك من خلال فيديو على التيك توك. وقال برداد في اتصال هاتفي أنه أرسل الأغنية مثل ما تعود على ذلك إلى محمد ترك باعتباره مناجر المغنية دنيا باطمة دون أن يكون على علم بوجود أي خلافات بينهما حينها قد تؤدي إلى الطلاق واشتعال نار الغيرة والانتقام، مضيفا أنه بعثها بحسنيته وليس بغرض الإساءة إليها قبل أن يتفاجأ بتسريبها من الترك. وأضاف برداد أنه كان يتعامل دائما مع زوج دنيا باطمة بعد انتهاء أغنية إذ هو المكلف بقناة يوتيوب والتسويق وغيرها من أمور. وفي حين تنتهي علاقته بدنيا باطمة مباشرة بعد تسجيل العمل بشكل نهائي وهو ما وقع فعلا من خلال كشكول الشعبي الأول مراكش قالوا بعيد قبل أن تنقلب الأمور أثناء التعاون في الميدلي الجديد الخاص بخربوشة. واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة التي قام بها محمد ترك تصرفا صبياني إشارة منه للانتقام من دنيا باطمة بعد رفض الرجوع له بعد عدة محاولات الصلح التي قام بها. وقام المنتج البحريني محمد ترك بمشاركة قصة حياته الشخصية مع متابعيه عبر تطبيق تيك توك وعن تفاصيل لقائه السابق مع زوجته دنيا باطمة. وأكد ترك خلال بث مباشر أن دنيا باطمة كانت هي التي اتصلت به في البداية مقترحة عليه أن يصبح مدير أعمالها، ومع ذلك رفض ترك هذا الاقتراح